بسم الله من الأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان، أو يعني نموذج الأسئلة اللي بتيجي، إن أنا ممكن أجيب لي ماس ويقول لي حط الأدوار وشوف لي الدور التاني الفلور بتاعه مساحته تبقى قد إيه. فأنا هعلم على الماس اللي عندي وأقول له ماس فلور، وأبدأ أشوف إيه الأدوار اللي أنا عايزها تتعمل. في كل الأدوار اللي بيطيحها الماس بتاعي أقول له أوكي، تمام. وأجي على الدور التاني، الماس اللي هو في الدور التاني، تمام. ده في السيلينج، ده في الواحد، ده ليفل 2. هبدأ أشوف المساحة بتاعتها قد إيه. ده الأريا أهي 270. فدي مجرد بس إن أنا أكتبها في الامتحان يبقى خلاص كده نجحت في النقطة ديت وأخدت الدرجة بتاعتي.